السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الثامنة نستهلها بالعناوين. الإعلان عن تمديد جلسات الحوار الوطني الشامل إلى يوم الخميس المقبل تلبية لطلب المشاركين. مدينة كيفا تحتضن تخرج الدفعة 35 من ضباط الصف العاملين. الإعصار ماثيو يصل إلى الساحل الشرقي لولاية فلوريدا بعد أن أوقع نحو 400 قتيل بهايتي وفق حصيلة أولية. مرحبا بكم مشاهدينا. تواصل بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال ورشات الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في 29 سبتمبر بإشراف رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز. بعد الفاصل نوافيكم بأبرز مستجدات جلسات الحوار لهذا اليوم. أصدرت اللجنة الإعلامية للحوار الوطني الشامل اليوم بيانا صحفيا أكدت فيه أن لجنة الإشراف والتوجيه قررت تمديد أعمال الحوار الوطني الشامل إلى يوم الخميس المقبل. وبررت اللجنة هذا التمديد بأن أعمال الورشات شهدت نقاشات صريحة وجادة أثارت اهتمام المشاركين، مما دفع الكثيرين إلى المطالبة بتمديد مدته الزمنية. وقد تميزت جلسات النقاش في ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية بتقاطع آراء المشاركين في بعض القضايا الهامة ذات الصلة بحاضر ومستقبل البلاد. أمينة تمتيبة ومزيد من التفاصيل. توطيد اللحمة الوطنية وتعزيز مكاسب الجيش الوطني التي تحققت في الآونة الأخيرة، وضرورة إصلاح التعليم والمحافظة على التراث الذي يعكس خصوصية البلد، من أبرز النقاط التي اتفق عليها المشاركون في ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية. الناس كامل مصاوب على العدالة الاجتماعية دور أساسي ومهمة في الشعب الموريتاني. نعرف أن الوحدة الوطنية دور أساسي ومهمة، والناس كانوا أعلن التعليم هو أساس الوحدة الوطنية، وأعلن التعليم الأساسي يعود للشعب الموريتاني كامل، يعود بالتعليم عمومي ما هو خصوصي، وتكرر فيه اللغات الوطنية بشكل عام. وكالة التضامن بشكل عام مكافحة الاسترقاق يلا تعود مخصصة للناس اللي على أساسه والست ياك قد تمحي عنهم آثار الاسترقاق وما ذلك. يعني تأكدوا على أن الجيش الامن اساسي، وذي الفات وعدل فيه ياسر يختاره وعزز وقوى اياك قد، لان السكينه والاطمئنان مهم عند الشعب الموريتاني. الناس كامله يبدو انها ثم نقطه التقاء ينقال لها الوحده الوطنيه، ونحن في المنصه ظاهر ان الحمد لله الناس قاع ما هي مختلفه في هذه النقطه، ما هي مختلفه في الاليات، ما هي مختلفه في المطلوب، واللي الله يخلي ظاهرنا اللي عن سببه واضح ان دوله موريتانيا أنا عندها مقومات ينقال مقومات الوحدة الوطنية يا رب تعتز بها ويا رب تحافظ عليها. هي عنها الدولة واحدة الحمد لله، الدين واحد واللغة واحدة، والحمد لله بما بيناتها هي كعراق فيما يتناسب. نجبر البيضاني يجد كوري والكوري يجد بيضاني، وهذا كامل يا رب تعود مكسب قاع نعتز به ويا رب يعزز من وحدتنا. المشاركة لاحظت من الناس كاملة هون مشاركة متفقة عن الوحدة الوطنية منها خط أحمر، ونحن مجتمع واحد ويجمعنا كامل الإسلام، يسوى فئاتنا شنو يسوى مدننا شنو، وكان اتفاق بالإجماع لأن ما خالق تقدم ولا تنمية ما هو بوحدة وطنية. فضاء الحوار الرحب وأبوابه المفتوحة أمام كل الموريتانيين عبر عنه البعض بالفرصة الثمينة التي تعكس الحرص على إشراك الجميع في نقاش كل القضايا التي تعتبر مصيرية بالنسبة لمستقبل البلد. داعي كافة الأحزاب السياسية والشعب الموريتاني على أنها تشارك في ذلك الحوار اللي وقته ما هو مطروح. نعود كاملين نسول الله على متى الحوار، والناس معلقة عليه كامل الآمال. دوري كانت حاور وراجين منكم الانضمام لنا باقي الوقت وفي العهد القريب، واللي إذا اتيحت فرصة أخرى تير نقول لكم على الرواية ما وعدت في الحوار ما يليت وعدل خارجه. بين الحوار أساسي وجينا هون من أجله، ولله نقول لكم أنا ما خارجة ورشة ما دخلتها بجلي للي معدل أنا مهم عندي. وتبقى لغة الحوار الأسلوب الحضاري الراقي وسفينة السلام الآمنة التي تحافظ على توازنها مهما تلاطمت الأمواج. وفي ورشة الإصلاحات الدستورية يعكف المشاركون على مناقشة المواضيع التي تصدر أجندة أعمالها بمشاركة النخب السياسية متعددة المشارب.
يوم جديد من عمر جلسات الحوار الوطني الشامل يواصل فيه المشاركون في ورشة الإصلاحات الدستورية البحث والنقاش حول أهم المواضيع المدرجة في جدول أعمالها كالهيئة الدستورية والمجلس الدستوري وشعارات الدولة ورموزها، وإضافة إلى مراجعة تمثيل الولايات في البرلمان. آراء المشاركين من مختلف التكتلات السياسية المشاركة في الحوار تباينت حول بعض القضايا المطروحة على طاولة النقاش. تكلمنا بورشة الإصلاح الدستورية عن استحداث وظيفة لنائب الرئيس، ووافق عليها قدر من الخلق يالت تعود الرجل المناسب في المكان المناسب، وذيك هي أهم الخالق. وتكلمنا عن قضية العالم الوطني والنشيد الوطني، توافق ثم للناس قدر من الناس توافق عن النشيد الوطني يجدوا غير أيام المادية. شفنا مش على الورشات تسير بطريقة حسنة، خلقت في جميع النقاشات وناقشت في جميع المواضيع كان اللي تخدم موريتانيا، تخدم مصلحة موريتانيا، تخدم وحدة موريتانيا. ناقشت إصلاحات دستورية صراحة اللي مناقشت بعض النقاط، كيف نائب رئيس الجمهورية، كيف مجلس الشيوخ. نحن بعد قلنا اقتراحات وقدمت اليوم إنها نائب الرئيس، إن صراحة إنها منصب لا داعي له. أنا خرجت من الورشة مكلفة بالإصلاحات الدستورية، وهي الورشة الأكثر إثارة وأكثر نقاش كان ساخن، وستتكلم عن الثوابت التي أثرت بالأمس وباليوم، وهو تغيير النشيد الوطني واسم البلد واسم العلم والشعارات الأخرى. وقد طالب المشاركون كذلك بضرورة دعم الحوار وتجسيد مبادئه ضمانا للوحدة الوطنية ونشر السلم الاجتماعي بين عناصر المجتمع. هذه الإصلاحات الدستورية لا شك أن شيء كامل لا يقدم موريتانيا يسوى شنو هو يطرح الحوار، وهي مثلا طرحت الحوار يعطي المجتمع الموريتاني كامل بأحزابه وبأقطابه السياسيين كاملين وهيئات المجتمع المدني يالتهم يناقشوا القضايا من أجل مصلحة موريتانيا. أنا مطالبهم أنهم يعودوا عندهم روح رياضية ويتوافقوا على مصلحة موريتانيا. التوافق الوطني وتوسيع دائرة المشاركة السياسية قضايا تخدم المصلحة العامة للبلد وتكرس مفهوم الديمقراطية الحقة. وعلى مستوى ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية يتجه نقاش المشاركين إلى شبه الإجماع على بعض القضايا المطروحة على طاولة البحث، وفي مقدمتها تثمين وتعزيز مكتسبات حوار 2011 وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. ويتوقع أن تخرج هذه الورشة بإصلاحات هامة في الشأن السياسي والانتخابي. النقاش والبحث داخل الورشة المخصصة للإشكاليات السياسية والانتخابية اتخذ اليوم منحا آخر، حيث بدأت وجهة النظر تقترب من شبه الإجماع على بعض المواضيع المدرجة في هذه الورشة في انتظار صياغة الوثيقة النهائية. نحن هون في ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية، عندنا نقاط تقريبا هي نقاط وفاط، ونحن عندنا في آخر أيامنا هي أيام صياغة الوثيقة. من النتائج اللي احنا متفقين عليها هي تعزيز ودعم مخرجات حوار 2011، هذه ما فيها نقاش، جميع الناس متفقة عليها. ثانيا عندنا تعزيز ودعم البلديات النسبية من الأمور المطالب بها وإعادتها، يخلق فيها تقريبا الإجماع، جميع المشاركين طلبوا بالنسبية. المسائل المختلفين عليها هي المجالس الجهوية، لأن بدون تعزيز البلديات مجال الجهوية هذا فيه اختلاف، الأمور تسير جيدة. في بعض الأحيان تجد تلك الانفعالات، لكن هذا شيء طبيعي في جميع الورشات، شيء طبيعي، لكن في النهاية نحن نتفق على مسألة، لأن نحن نمثل الشعب، واللي يمثل الشعب لا بد يدافع عن رأيه، لكن في الأخير نحن متفقين. هذه الورشة تم فيها الاتفاق، والله كانت آراء الناس متفقة على بعض النقاط الأساسية، وبعضها الآخر ما كان فيه الاتفاق منهم بشكل مطلوب، منها تعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار 2011. كانت الناس كاملة متوافقة عن ذاك الحوار، نتائجه عنها يلا تعزز، ويلا ذاك اللي ما ينفذ منها يلا ينفذ. كان ما اللي فيه اتفاق على مراجعة مدونة الانتخابات، إياك تعود إن شاء الله، وهاي الانتخابات اللي يتغلق تعود الناس مشاركة فيها بصيفة مثلا أساسي. وهذا وكان في اتفاق شبه اتفاق على أن تعود في انتخابات برلمانية مبكرة. آراء المشاركين تتم متابعتها من قبل لجنة مكلفة بإعداد تقرير مفصل عنها وتقديمه للجنة المركزية التي تشرف على صياغة التقرير الأخير.
ومما ميز جلسة اليوم عن جلسات الأيام الماضية هو السخونة في نقاش بعض القضايا المطروحة والانسجام والتوافق في البعض الآخر. هذا وينتظر من مخرجات ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية أن تخرج بوثيقة هامة من شأنها تعزيز وتكريس الديمقراطية في البلاد ورفع حظوظ المشاركين في المشهد الانتخابي. وفي ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية توصل المشاركون خلال جلسة اليوم إلى بلورة ونقاش عدة قضايا تعلقت بتذليل الصعاب أمام تطوير الاقتصاد الوطني، كما تم بحث السبل الكفيلة بالرفع من مستوى المنتوج المحلي. يوم جديد من أيام ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية بقصر المؤتمرات ضمن الفعاليات التي ميزت الحوار الوطني الشامل. نقاشات الحضور الذين يمثلون مختلف الأطياف السياسية في البلاد تناولت أهم النقاط المدرجة في هذه الورشة، خاصة المتعلقة منها بالتوزيع العادل للثروة ومراعاة متطلبات التنمية المستديمة، إضافة إلى بعض المحاور المرتبطة بدعم المواد الغذائية الأساسية. كانت نقاط مهمة منها موارد الدولة والاقتصادية، معادنها وحديدها وسمكها، منها نظام متعلق بالأجور والمرتبات، وكانت نقاشات جيدة، كل حد عبر عن ضميره بحرية، ونرجو أن هذه العودة يكون توصيات تؤخذ بعين الاعتبار. نقصد بالحكامة الاقتصادية والمالية هي القدرة على التحكم في المتغيرات الاقتصادية وخلق مناخ اقتصادي ملائم من تنمية ومتطلباتها المختلفة، وبالتالي في هذا المحور فهم 7 أو 8 نقاط كلهم تدخل في الحكامة الاقتصادية، من عند التنمية الاقتصادية إلى التنمية الاقتصادية الشاملة والحكامة البيئية إلى الاتفاقيات اللي خاصة بالصيد وبالمناجم وبالمدخلات كاملة. ناقشنا في هذه الورشة جميع الحاجيات اللي يحتاجها المواطن البسيط، بما فيها رفع من مستوى الأجور، وبما فيها الحكم الرشيد وتسيير الموارد على الصفة اللي الله مثلا يتعود عليها. ناقشنا بعض الأمور الهامة اللي تعني البلد بحيثياته كاملة، ناقشنا أمور الأجور، وناقشنا أمور التنمية كاملة بصفة، وظهروا فيها قدر من الأمور اللي حساسة، كيف عدم تنمية المشاريع اللي كانت تعدل الدولة، عدم صيانتها، ما خارج مشروع لا يعدل ما لا درب من الصيانة. وتأتي ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية ضمن عدة ورشات تعالج مختلف القضايا الوطنية المطروحة والتي يأمل الموريتانيون منها الخروج بنتائج إيجابية تساهم في بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية. ونلفت عنايتكم مشاهدين الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول موضوع الحكامة الاقتصادية والمالية. تمثل الحكامة الاقتصادية إطارا للشفافية والعقلنة يعتمد عليه في التسيير الأمثل للثروات الاقتصادية، وقد ركزت بلادنا ضمن سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة على انتهاج السبل الكفيلة بتطوير الاقتصاد عبر حكامة اقتصادية مدروسة. شيخ المحيميد ومزيد من التفاصيل. الحكامة في القاموس الاقتصادي النظري تعني الشفافية والعقلنة، وفي تطبيق المفهوم على حيثيات التسيير يكون المختص الاقتصادي في حاجة إلى نصوص قانونية تنظم المعاملات الاقتصادية المنضوية تحت ضابط الحكامة. الحكامة أسلوب عنده طابع قانوني وعنده طابع ديمقراطي وغيره اقتصادي، طابعه القانوني لا بد من الحكامة يعود عندها نصوص، الشفافية يعود عندها نصوص، هذا هو اللي عدلنا احنا مجال المعادن وعدلناها مجال الصيد، وهذا عنده اتجاهين، واحدة إزاء المستثمرين والمتعاونين اقتصاديا مثلا اشتركاء في التنمية في الخارج، لأنهم عود ما عندهم المعلومات الدقيقة على قطاع معين كقطاع الصيد ولا قطاع المعادن، النوعية اللي تستخرج، سعرها، منين تعمل، من يعمل فيها، لاكاليتي النوعية، ليجين يعني مجال الصحة، ويعني المعايير الدولية اللي تظهر في ذلك النصوص وتعود متطلبات مسبقة. وفي بلادنا اعتمد مبدأ الحكامة الاقتصادية والمالية في العديد من المقدرات والثروات الاقتصادية، إلا أن البعض يطرح ضرورة تعميم مسطرة الحكامة الاقتصادية والمالية
بهدف الاستفادة بشكل يتناسب مع المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الوطنية. اقتصاد من يسمي حد معناه تسيير الموارد لتلبية حاجيات الشعب الموجود في بلد معين، وهذه معروفة أن موريتانيا منذ نشأتها أنا عندها مقدرات اقتصادية كبيرة، وللأسف ما زالت دائما عاجزة عن تصل إلى المستوى المطلوب. كل هذه يجعلنا بحاجة إلى في إدراج ما يسمى الحكامة الاقتصادية في هذا الحوار للخروج بمقترحات لتبني استراتيجيات اقتصادية تمكن من أن تتجاوز موريتانيا دائما مستوى الدول النامية. وحسب الاقتصاديين فإن عقلنة المقدرات الاقتصادية الوطنية تحتاج إلى مسألة تسيير الموارد لتأمين حاجيات البلد، وهو الإطار المحدد لإشكال الحكامة من منظور الرقي الاقتصادي المنشود. إشكال مطروح حول دور الحكامة الرشيدة في عملية التنمية الاقتصادية هو إشكال قديم جديد، إذ لا يخفى على أحد ما لعقلنة تسيير الموارد من أهمية قصوى على إحداث أثر على التنمية الاقتصادية من خلال تخفيض معدلات الفقر وتفعيل السياسات الاقتصادية وتحسين جودة ونوعية الخدمات التي تسدى إلى المواطن اللي هو في قلب عملية تنموية. الحكامة الاقتصادية والمالية مبدأ تعتمد في سبيل تطبيقه جملة من النصوص التي تستمد من الواقع الاقتصادي للبلد، وحينها تبرز قاعدة اقتصادية مفيدة لتبني المشاريع التنموية للبلد. أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي صباح اليوم بمقاطعة الرياض على تدشين مسجد عثمان بن عفان الواقع عند الكيلومتر 12 على طريق روسو. يدخل تدشين هذا الجامع في سياق سياسة الدولة القاضية بنشر وتفعيل دور المساجد في مجال التوجيه والتعليم. في إطار الشراكة المثمرة بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومنظمة الدعوة الإسلامية عبر مكتبها في موريتانيا، يأتي تشييد هذا الجامع الواقع عند الكيلو 12 بمقاطعة الرياض في ولاية نواكشوط الجنوبية. حفل تدشين هذا الجامع كان مشهودا من طرف مختلف الأطراف، وتميز بكلمة لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أبرز خلالها العناية التي توليها الدولة للمساجد وما تعلقه من آمال على المنابر في مجال التوجيه والإرشاد. يسعدني وأنا أشرف معكم على تدشين هذا الجامع الكبير أن أشيد بالانتشار الواسع لبيوت الله في جميع المناطق الوطن وخصوصا مدينة نواكشوط، وإعمارها بنشر العلم الناصع والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إنما تتميز به المساجد من قدسية خاصة يجب أن يترجم في تسخير منبر هذا المسجد الكبير للعلم والدعوة وبث قيم التسامح والتآخي والتعاون بعيدا عن الشحناء والفرقة والتعصب. ومن جانبه نوه مدير مكتب موريتانيا لمنظمة الدعوة الإسلامية بالاهتمام الذي يوليه قطاع الشؤون الإسلامية لبناء وتشييد المساجد، مستعرضا جملة من الإنجازات قام بها المكتب خدمة لسكان الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي يأتي هذا المسجد واحدا منها، وهو تمويل من بعض المحسنين القطريين. أما عمدة الرياض فقد عبر عن ارتياحه وامتنانه بالمناسبة. ورحب بكم اليوم في بلدية الرياض، ونشكركم على الإشراف على هذا الصرح الثقافي الإسلامي في بلدية الرياض، كما نشكر المنظمة الإسلامية منظمة الدعوة الإسلامية، ونرحب أيضا بالقائمين عليها على المستوى الدولي. احتضنت كلية الطب بجامعة نواكشوط العصرية صباح اليوم أعمال اجتماع المكتب الدائم للمؤتمر الدولي لكليات الطب الناطقة باللغة الفرنسية. يأتي هذا الاجتماع في إطار التشاور الدائم بين الجامعة ونظرتها للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.
تم اليوم على مستوى كلية الطب جامعة نواكشوط العصرية افتتاح أعمال اجتماع المكتب الدائم للمؤتمر الدولي لكليات الطب الناطقة باللغة الفرنسية. وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي السالم أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق إصلاحات للتعليم العالي تهدف إلى تحسين نوعية التكوين من أجل الاستجابة لحاجيات البلد في هذا المجال. وأوضح السيد الوزير أن كلية الطب في سعيها للتحسين المستمر لنوعية التكوين وتطوير طرق التدريس. إن كلية الطب في سعيها للتحسين المستمر لنوعية تكوينها أثبتت أهميتها بتشجيع وتطوير طرق التدريس من خلال إنشاء خلية مخصصة لهذا الغرض ولجوئها إلى استخدام التصنع والمحاكمة الطبية في تعليماتها والمحاكاة الطبية في تعليمها. وفي هذا الإطار تم تنظيم ملتقين على في مستوى 1 و2 في طرق التدريس لصالح أساتذة كلية الطب بالتعاون مع المؤتمر الدولي للعمداء سيدمف. بالإضافة إلى ذلك يفرض مجلس الكلية المستويين 1 و2 لترقية وتطور الأساتذة إلى مستويات أعلى في سلم التدريس. بدوره عبر عميد كلية الطب البروفيسور دادو البشير عن ارتياحه للدعم المقدم من طرف منظمة سيدميف خاصة في مجال تكوين الأساتذة وفي عدة مجالات أخرى، وأشار إلى أن كلية الطب تطمح إلى تحقيق تقدم كبير لتكون أحسن كليات الطب في شبه المنطقة. رئيس منظمة سيدميف السيد جان ليك ديما أشاد بتعاون القائم بين منظمة وجامعة نواكشوط العصرية، وقال إن التعاون بين منظمة وموريتانيا قائم منذ العام 2005، موضحا أن هذا الاجتماع يطار منه تطوير هذا التعاون في مجال التعليم العالي وخاصة في مجال الطب. ويشارك في هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى 2 ممثلون عن عدة قارات. إلى ولاية العصابة، حيث أشرف القائد المساعد لأركان العامة للجيوش في مدينة كيفا على تخرج الدفعة 35 من ضباط الصف العاملين. تميزت مراسم حفل التخرج بتسليم الرتب لخريج الدفعة إضافة لتقديم عروض عسكرية وقتالية. ضمن جهود المؤسسة العسكرية الوطنية الرامية إلى دعم الكفاءات البشرية لأفراد الجيش الوطني من خلال التكوين العسكري اللازم وتطوير المعارف والمهارات لمختلف أفراده، ضمن هذه الجهود يدخل تخريج الدفعة 35 للمدرسة الوطنية لضباط الصف العاملين بمدينة كيفا. حفل تخرج الدفعة 35 المسماة دفعة الشهيد الرقيب يوسف المحمد سالم جرى تحت إشراف الفريق حنان والسيدي القائد المساعد للأركان العامة للجيوش. وتضمن الحفل عديد الفقرات المتنوعة، من بينها كلمة للعقيد قائد المدرسة الوطنية لضباط الصف العاملين محمد المختار وللكاحل، أكد خلالها أن تخريج هذه الدفعة سيساهم في دعم الكفاءات البشرية لأفراد الجيش الوطني. ها هي المدرسة الوطنية لضباط الصف العاملين اليوم تشهد ميلاد فجر جديد كان ثمرة جهود وعطاء تملأه العزة والفخر الذي تستحقه بلادنا، والذي يتمثل في تخريج الدفعة 35 من الطلبة ضباط الصف العاملين التي تلقت تكوينا عسكريا مشحونا بالمعارف والمهارات الضرورية لتكون نخبة من رجال الغد تتدفق في عروقهم كل معاني الإخلاص والولاء والتضحية، تضاف إلى جملة الإنجازات التاريخية الهامة ومساهمة في دعم الكفاءات البشرية للجيش الوطني. وبعد انتهاء كلمة قائد المدرسة، باشر الفريق حنان والسيدي القائد المساعد للأركان العامة للجيوش تسليم الرتب إلى 5 الأوائل للدفعة صحبة والي ولاية العصابة والعقيد قائد المكتب الثالث وعمدة بلدية كيفا وقائد المدرسة الوطنية لضباط الصف العاملين. بعد ذلك يقوم القائد المساعد للأركان العامة للجيوش بتكريم عراب الدفعة الشهيد الرقيب يوسف المحمد سالم الذي سقط في ساحة الشرف وهو يؤدي واجبه الوطني شهر يونيو 2011 بوغادو. حفل تخريج الدفعة 35 لضباط الصف العاملين تضمن كذلك عروضا قتالية متنوعة أداها فصيل قتال تلاحمي أبانت عن خبرات
وفنيات قتال عالية اتسمت باللياقة البدنية، وكذا بناء هرم بشري عال يرفع أحد عناصره العلم الوطني في لوحة أبهرت الحضور. وقد اكتملت فعاليات حفل تخرج الدفعة 35 بإشراف الفريق حنانو السيدي القائد المساعد للأركان العامة للجيوش على استعراض عسكري نظمته المدرسة احتفاء بهذا الحدث. أطلقت بلدية تفرغزينة فرقها في البلدية، وذلك ضمن برنامج المحصل الضريبي الجديد الذي يعتمد تقنية حديثة في هذا المجال. الفرق التي تلقت تكوينا في الأسابيع الأخيرة على استخدام هذا البرنامج ستجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالعناوين التجارية. نصل الآن مشاهدين الكرام إلى جديد الاقتصاد مع الزميل محمد بلال، تلتقونه بعد الفاصل. شكرا لزميلي مناتها محمد حيدر، واهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الاقتصاد من الموريتانية، ونبداها باسعار اهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أظهر تقرير جديد لمعهد الإحصاءات تراجع الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك قبل بضعة أيام على عرض الحكومة مشروع موازنة العام 2017. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي تراجعا في الربع الثالث من العام الحالي مع هبوط إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1% حسب أرقام جديدة نشرها معهد الإحصاءات الوطني. وتأتي الأرقام الجديدة قبل أيام قليلة على عرض الحكومة مشروع موازنة العام 2017 الذي يظهر نموا سنويا بنسبة 1.5%، ويتباين الأداء مع التراجع القوي لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني والذي بلغ 0.7%، إلا أن مصدرا في وزارة الاقتصاد الفرنسية يقول إن هذه الأرقام لا تشكك في توقعات النمو بنسبة 1.5% لهذا العام والعام المقبل، مضيفا أن الزيادة التي تم تحقيقها في الفصلين الأولين لهذا العام على إجمالي الناتج الداخلي ما تزال عند نسبة 1.1%. وتراجعت نفقات استهلاك الأسر المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي بين إبريل وسبتمبر الماضي إلى 0.1%، بينما كانت التوقعات السابقة تنتظر بقاء النفقات على حالها. أعلنت شركة كاثي باسيفيك الجوية أنها ستحيل طائرة بوينغ 747 على التقاعد برحلة أخيرة من هونغ كونغ إلى هانيدا في اليابان الأسبوع المقبل. وقد سمحت الطائرة كاثي باسيفيك بتوسيع شبكتها بشكل سريع بحيث شملت وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال الثمانينيات والتسعينيات، ما عزز صلة هونغ كونغ ببقية أنحاء العالم. كما لعبت هذه الطائرة دورا فائق الأهمية في تعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي للطيران، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد والسياحة المحليين. تراجع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 4.6% على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي. ويقول مختصون إن تراجع الإنفاق يعد أحد أكثر القضايا إلحاحا بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في العالم. وذكر قطاع المالية الياباني أن الأجور الشهرية المضبوطة زادت بنسبة 1.5%، وهي أول زيادة منذ شهرين. وتراجعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.5%، ويظهر هذا الرقم أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ما زال في ركود وسط تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض أسعار النفط العالمية، على الرغم من إجراءات التيسير النقدي التي اتخذتها الحكومة أخيرا. وفيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام نشرة الاقتصاد، عودة إلى زميلة مناتها محمد حيدر وما تبقى من النشرة. شكرا
شكرا لك محمد. دوليا تراجعت قوة الإعصار ماثيو عند وصوله إلى الساحل الشرقي لولاية فلوريدا صباح اليوم مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة وأمطار غزيرة، لكن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير حذر بأنه يبقى بالغ الخطورة. وقد أدى الإعصار إلى سقوط نحو 400 قتيل في هايتي وتشريد مئات الآلاف وفق حصيلة أولية، إضافة إلى تدمير 80% من المحاصيل الزراعية في بعض المناطق. تعهدت الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية فارك بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار الثنائي والنهائي وإدخال تعديلات على اتفاق السلام بعد رفضه في استفتاء جرى الأحد في كولومبيا. وأضاف البيان الذي صدر بعد بضع ساعات من إعلان فوز الرئيس الكولومبي بجائزة نوبل للسلام أن اقتراحات التصحيح التي ستنتج من هذه العملية ستناقشها الحكومة والمتمردون. وإلى جديد الرياضة نتحول مشاهدينا الكرام مع الزميل عبد اللحمي سالم بعد فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلتي مناة محمد حيدر وتحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، وأهلا بكم بمعيتنا خلال نشرتنا الرياضية المسائية هذه. خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون في مباراته الودية التي جمعت مساء أمس الملعب الكبير في مدينة مراكش المغربية مع نظيره الكندي، وذلك بنتيجة 4 أهداف دون مقابل ضمن اللقاء المندرج خلال المباريات الدولية الودية المقامة في نطاق أيام الفيفا. الشوط الأول من المباراة شهد سيطرة عناصر المدرب الوطني الفرنسي كورتين مارتينيز على إيقاع اللاعب، وذلك من خلال الضغط على حامل الكرة وخلق عديد الفرص السانحة للتهديف. وكاد المنتخب الوطني أن يتقدم في النتيجة خلال الدقيقة 24 بعد أن حصل على ضربة جزاء، لكن المدافع عبد الباه المحترف بالدوري الفرنسي الأول لكرة القدم لم يحسن التعامل مع تلك الفرصة، وينتهي الشوط الأول أبيضا بدون أهداف. ومع بداية الشوط الثاني بسط المنتخب الكندي سيطرته بشكل كامل على أجنحة الملعب الكبير وفرض إيقاعه وأبدى المنتخب وبدأ منتخبنا وكأنه الحاضر القائم في المباراة، الشيء الذي مكن عناصر المنتخب الكندي من افتتاح سلة التهديف في الدقيقة 52 عبر المهاجم ريكيتس ليعزز زميله فيرتوريا القلة التهديفية في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 58 تمكن اللاعب هابير من إضافة الهدف الثالث قبل أن يعود صاحب الهدف الأول ريكتس ويضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع للمنتخب الكندي، وذلك في الدقيقة 80 من عمر اللقاء. وقد أشرك مدرب المنتخب الوطني في هذه المباراة عددا من اللاعبين الجدد من أجل الوقوف على جاهزية من الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات القارية القادمة. جديد أخبار الدوري الوطني لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم نوافيكم به بعد هذا الفاصل. ستشهد الجولة الثالثة من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم مواجهة قوية ضمن كلاسيكو كرة القدم الموريتانية. المواجهة المرتقبة ستجمع مساء السبت المقبل بالملعب البلدي في مدينة نواديبور بين بطل الدوري والكأس وكأس السوبر وكأس الوطنية وكأس العصبة الوطنية لكرة القدم نادي تبرق زينة مع صاحب وصابة الدوري للموسم الماضي فريق أفسي نوايبو. ويسعى حامل اللقب إلى تأكيد تفوقه التاريخي على قريمه التقليدي خلال المواجهات المباشرة واختطاف 3 نقاط ثمينة من ملعب البرتقالي وأمام جماهير الأخير، فيما سيعمل نادي الدولفين على المصالحة مع جماهيره بعد التعثر الذي شهده في الجولة الماضية أمام فريق تشجيجة، خاصة بعد تغيير الطاقم الفني للنادي لإقالة المدرب السابق للنادي التونسي يماني زلفان وتعيين المدرب الجزائري مصطفى سبع الذي يريد هو الآخر أن يحقق انطلاقة ناجحة بالفوز على أقوى فرق الدوري من أجل إرسال إشارة قوية إلى الفرق المتنافسة في الدوري على أن النادي البرتقالي بدأ في القطيعة مع عثرات الموسم الماضي. ومهما تكون نتيجة اللقاء فإن المباراة تحمل عادة الكثير من التشويق والإثارة وتستقطب جمهورا عريضا ينتظرها في كل موسم. ختام نشرتنا الرياضية هذه هي عبر لقطة مميزة
نرصد لكم من خلالها مشاهدينا الكرام أجواء الدقيقة 24 من اللقاء الودي بين منتخبنا الوطني ونظيره الكندي، حين حصل منتخبنا الوطني على ضربة جزاء نفذها اللاعب عبد الباء. نتابع. هي نهاية أخبارنا الرياضية لهذا المساء، أشكركم على التكرم بمتابعتنا خلالها، والعودة بعد الفاصل إلى الزميلة مناة محمد حيدر. شكرا لك عبدو، وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة الثامنة، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. الإعلان عن تمديد جلسات الحوار الوطني الشامل إلى يوم الخميس المقبل تلبية لطلب المشاركين. مدينة كيفا تحتضن تخرج الدفعة 35 من ضباط الصف العاملين. الإعصار ماثيو يصل إلى الساحل الشرقي لولاية فلوريدا بعد أن أوقع نحو 400 قتيل في هايتي وفق حصيلة أولية. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.